راجل سمعت الاخبار مؤخرا بان كاين مدرب جديد اسباني قادم، واش هاد الاخبار صحيحه ولا كتفندو؟ لا، ادريس مرابطي يشتغل هذا الموسم ويشتغل لاعداد فريق الموسم المقبل، وكانت عندنا جلسه معاه في الاسبوع الماضي لتقييم الوضعيه ديال الفريق لا في هاد 21 مباراه الثلثين ديال البطوله ولا في الثلث الاخر. وبطبيعه الحال هو كله حامس انه باش يستمر الى اقصى درجه باش الفريق ياخذ ترتيب في المستوى، وكذلك الاستعداد للموسم المقبل بنفس الجديه. وبالتالي ان هذه لا مكان مدرب الساحه، طبعا المدرب غيبقى لانه هو ناجح في المهمه ديالو لحد الان. إدارة اتحاد طنجة دابا كتحاول تجدد العقود ديال أربعة لاعبين من الركائز الأساسية منهم الشيبي، فين وصلوا؟ جددنا بعض العقود اللاعبين في راس العام، يعني في شهر دجنبر الماضي. لاعبين اخرين بناء على طلب المدرب حتى هما حنا جالسين معاهم باش نشدوا معاهم. وبغيت نقول لكم من هنا ان الفريق سيحافظ على الركائز ديالو 100% الحاليه، وبالتالي انه الا كان شي دعم للفريق الموسم المقبل راه ما يتعداش لواحد ثلاثه ولا اربعه الاماكن اللي هي كيعاني منها الفريق خاصه هذا الموسم. فريق اتحاد طنجه باقي كيعاني الازمه الماليه، واش كاين شي مستشار قريب ولا باقي؟ انا هذه السنه هذه الحمد لله اننا استطعنا نضبطوا الازمه الماليه بكثير من الحكمه، بحكم اننا احنا نقصنا في مجموعه المصاريف وواحد المجموعه ديال الديون، والحمد لله لحد الان احنا ماشيين بواحد وتيره جيده وما عندناش مشاكل وما يكونش عندنا مشاكل فيما يخص يعني نزاعات لدى الجامعه الموسم المقبل، وهذا هو الاهم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.